السلام عليكم. العاب كثير متحمس لها في اي 3، اكثر لعبه متحمس لها بلاك اوبس 4، كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4، لاني من عشاق الزومبي. هذا اولا. ثاني شيء ودي اجرب الباتل رويال مود، نيو مود اللي هو بلاك اوت، متحمس اجربه برضو. وبس اكثر شيء متحمس له في معرض اي 3 2018 لعبه ذا لاست اوف اس بارت 2. طبعا لعبت اللعبه الجزء الاول وختمتها بجميع المستويات، ايزي، نورمال، هارد، ما ادري ايش اصعب المستويات، لدرجه اني طلعت البلاتينيوم في اللعبه هذه. جدا متحمس للعبة The Last of Us Part 2، متأكد انه بيكون فيها اكشن وحماس اكثر من الجزء الاول. I can't wait صراحة يعني. هلا والله. اكثر لعبة متحمس لها هي لعبة Death Stranding، او يمكن Metal Gear Zero، ما ندري على التحليلات اللي سمعناها. لان صراحة متحمس شوف كوجيما ايش بيسوي، وايضا نورمان ريدوس ايش بيقدم للعبة، وبرضو دول مير دول تورو المخرج بطريقة ما، وتعرفون من الدعاية اللي بيشوف جيم بلاي، بيشوف وش بيصير، كيف، ايش هذا، وش السالفة، وش ذا البزر، وش ايش ال راس الدع. اوكي ذا سراندينج اي 3 سعيد باذن الله للجميع، واكثر ما متحمس له هي كينغدم هارت 3، وان شاء الله يا رب يصير في دبلجة عربية كذا فجأة يفاجئونا، ويكون محمد هنيدي برضو يشتغل الموضوع. ما ادري يعني، نقول يا رب. السلام عليكم. من اكثر الالعاب اللي متحمس لها ان شاء الله في E3 لعبه The Last of Us 2، لان الجزء الاول كان مره اسطوري. طور القصه اتكلم عنه، مو طور المالتي بلاير، طور القصه كان طور جدا اسطوري، يفكني بانشارتد والالعاب هذه. القصه حقتها مره مره خرافيه بعيدا عن المالتي بلاير طبعا. فيا ان شاء الله ننتظر ونشوف ايش يصير في E3. هلا وسهلا، معاكم احمد الراشد من شبكه العاب. اكثر لعبه انا متحمس لها تعرف في E3 ان شاء الله اللي هي سوبر سماش براذرز على سويتش، وان شاء الله بنجربها الاسبوع الجاي. اهلا تيم فيصل. في العاده ما احط توقعات لاي 3، لكن هالسنه متحمس للعبه سايبر بانك لانها من نفس مطورين ويتشر، فهذا اكثر شيء محمسني لها، وان شاء الله تطلع لعبه حلوه. بكل امانه متحمس لديث ستراندينج، ابغى اشوف الجيم بلاي كيف راح يكون. وفي ناس تحلل، بس ما ادري، لكن في ناس تحلل تقول ان ديث ستراندينج راح تكون هي ميتل جير، ما ادري كيف، لكن راح نشوف. متحمس للجيم بلاي مره، وان شاء الله انه ما يخيب ظني. وكوجوما معروف يعني، ما شاء الله عليه مخ. سلام عليك. اكثر لعبه متحمس لها، اكثر لعبه متحمس اجربها هي جوست اوف تسوشيما، بتكون موجوده في مؤتمر سوني الصحفي، متحمس لها من يوم ما عرضوا التريلر حقها او التيزر ذاك اليوم. فريق سكر بنش مطور رهيب مره، ومتحمس اشوف كيف راح يقدرون يصنعون اليابان والحضاره اليابانيه في لعبتهم الجديده. معكم شيء صعب، اخترت لعبة سبايدر مان لأنها أفضل لعبة أشوفها بتقدم السوبر هيروز بشكل ممتاز، لأني أحب سبايدر مان أيضا. أكثر لعبة متحمس لها في E3 لعام 2018 أكيد بالنسبة لي راح تكون The Last of Us 2. اللعبة هذه أنا أنتظرها لأسباب كثيرة والأغلب يتفق معي فيها، الرسومات، القصة، الشخصيات، التطور الكبير اللي جالسة تقوده نوتي دوغ في ألعابها الحصرية على البلاي ستيشن 4. أكيد اللعبة هذه متشوقين نشوف لها عرض آخر في E3 لعام 2018. اللي متحمس يكتب تحت. السلام عليكم، نار حراق معاكم. شباب ترو جيمينج سألوني إيش أكثر لعبة متحمس لها في E3، وأبغى أقول سبايدر مان، لأنه سبايدر مان يا شباب، سبايدر مان. وبس، يعطيكم العافية، نشوفكم في E3 إن شاء الله. مع السلامة. اكثر لعبه ابغى اشوفها واتعرف عليها اكثر في E3 هذه السنه هي انثم. ليش؟ لان اول شيء انا احب ايرون مان، واي واحد يحب ايرون مان اتوقع انه راح يعجبه مظهر اللعبه. ثاني شيء عالم كبير ضخم تقدر تستكشفه مع اصحابك، تقدر تطير، تقدر تغوص، تقدر تدخل في اكشن باسلوب المنظور الشخص الثالث بشكل جدا جميل، فيها اكشن جدا رائع، فيها كستمايزيشن على لبس حق الشخصيات، على القدرات الموجودة فيها. اللعبة بشكل عام يعني داخل مزاجي بقوة، وهي أكثر لعبة متحمس إني أعرف عنها أكثر هذه السنة. E3 هالسنة مليان ألعاب رهيبة ومليان ألعاب ننتظرها صراحة، لكن أكثر لعبة متحمس لها أنا عن نفسي لأني لعبت الجزء الأول كثير مرة 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 مرة، هي The Division 2. مرة متحمس لها ومتوقع أنها بتكون شيء مرة خرافي، فتقريبا هي أكثر لعبة. طبعا في غيرها ألعاب ثانية زي The Last of Us وألعاب كثيرة غيرها، لكن هي بالذات متحمس لها لاني انا احب الجزء الاول وبيلعب منها زياده. يعطيكم العافيه للمتابعه. مثل ما شفتوا كل الاعلاميين متحمسين يروحون E3 يجربوا لكم الالعاب. اشتركوا بقنواتكم ودعموهم، وايضا اشتركوا بقناتنا ودعمونا بزر اللايك والاشتراك طبعا. وايضا اذا انتم بعد ايش قولوا لنا الالعاب اللي متحمسين لها في معرض E3. يعطيكم العافيه، مع السلامه.